متابعي قناة ميدسبورت، السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. نيمار يريد برشلونة، البرازيلي ينادم، البارسا يفكر في ضم راقص السامبا مرة أخرى. عبارات ما زالت تتصدر عناوين الصحف العالمية والتي اتفقت جميعها على رغبة مهاجم السيليساو في العودة مجددا إلى الكامب نو. نيمار يرى أن خطوة انتقاله إلى الدوري الفرنسي أضرت به كثيرا من الجانب الرياضي، فاللاعب لم يتطور عما كان عليه مع برشلونة وأصبح مفرطا في اللعب الفردي، وهو ظهر في انخفاض مستواه سواء مع أبناء باريس أو منتخب بلاده. وبعد أن قدمنا لكم متابعينا في قناة ميد سبورت في فيديو سابق 7 أسباب ترجح عودة نيمار لبرشلونة، في هذا الفيديو سنقدم لكم الجوانب الأخرى مع 5 أسباب تجعل عودة نيمار إلى برشلونة مستحيلة، فابقوا معنا. ديمبلي وكوتينيو. رحيل نيمار المفاجئ عن برشلونة أجبر النادي الكتالوني على التحرك بسرعة لتعويضه، حيث نجح في التعاقد مع الجناح الفرنسي الشاب عثمان ديمبلي في صيف 2017، بالإضافة إلى لاعب الوسط البرازيلي فيليبي كوتينيو في يناير 2018، وهو ما قد يجبر البارسا على عدم التفكير في عودة نيمار، حيث ترى إدارة الفريق أن مواطنه فيليبي كوتينيو بات أكثر انسجاماً مع الفريق وأصبح يشكل قوة إضافية لخط وسط وهجوم البارسا. أما ديمبلي فعلى الرغم من عدم تأقلمه مع الوضع في كاتالونيا بشكل نسبي وتذبذب مستواه حتى الآن، إلا أن هناك رغبة من النادي باستمراره وتطوير موهبته الكبيرة بما يخدم مصالح الفريق في المستقبل، حتى لو تطلب الأمر إعارته لفترة قصيرة. إغراءات ريال مدريد. وفقاً لمعظم الصحف الإسبانية، فلن يهدأ بال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد إلا بالتعاقد مع صفقة مدوية لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو وامتصاص الغضب الكبير من قبل مناصري النادي الملكي. وبحسب الخيارات المطروحة، فإن اسم نيمار هو الأبرز لدعم الفريق الأبيض، حتى وإن كانت تلك الأخبار بعيدة عن الرسمية حتى هذه اللحظة، لكن الجميع يعرف بأن رؤية نيمار بقميص ريال مدريد حلم يراود بيريز منذ سنوات طويلة، كما أن اللاعب يلقى ترحاباً بقدومه من قبل قادة ونجوم الريال وعلى رأسهم راموس ومارسيلو، ولن يتردد بيريز في دفع المبلغ الذي يطلبه باريس سان جيرمان إذا وافق على بيع نيمار، وبالتالي سيجد البرازيلي نفسه أمام إغراءات قوية من جانب الملك سواء على المستوى المادي أو الرياضي. طريقة خروجه. لم تكن طريقة رحيل نيمار عن برشلونة مقبولة بالنسبة لإدارة الفريق بعد أن رفض الحديث في بادئ الأمر عن نية باريس سان جيرمان لكسر الشرط الجزائي في عقده، وأخفى نواياه حتى الساعات الأخيرة ليغادر بطريقة أغضبت جمهور البارسا وأربكت حسابات مسيري النادي بسبب ما سببته من بعثرة لأوراق الفريق الفنية قبل انطلاق الموسم. نيمار لم يكتفي بذلك، بل تقدم بدعوى قضائية أمام الفيفا من أجل المطالبة بمبلغ 26 مليون يورو الخاص بمكافأة لم يحصل عليها بعد تجديد عقده مع البارسا في أكتوبر 2016، وهو ما رآه النادي استفزازاً من جانب البرازيلي وسبباً قوياً قد يجعل عودته مستحيلة. إدارة باريس سان جيرمان. بكل تأكيد سيواجه نيمار صعوبة كبيرة في إقناع ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان بالسماح له بمغادرة حديقة الأمراء، خاصة وأن بعض الصحف الفرنسية كانت قد أشارت مسبقا أن رجل الأعمال القطري يرغب في وضع اللاعب كواجهة لاستضافة بلاده لكأس العالم 2022، كما أنه يعتبر صاحب 26 عام حجرا أساسيا في مشروع نادي العاصمي. أضف إلى ذلك أنه في حال وافق الخليفي على رحيل نيمار فلن يتخلى عنه بمبلغ أقل من الذي كسر به عقده مع البلاوغرانا والذي بلغ 222 مليون يورو، في حين أن النادي الكتالوني لا يبدو مستعدا لدفع هذا الرقم في ظل إنفاقه لمبالغ طائلة في الفترة الأخيرة على شراء لاعبين أمثال ديمبلي وكوتينيو. غضب الجماهير وراتب اللاعب. صحيح أن عودة النجم البرازيلي إلى برشلونة مقترنة بعدة عوامل أهمها ما يتعلق بإدارة النادي الإسباني ونظيره الفرنسي، لكن لا يمكن أن ننسى جماهير البارسا الغاضبة من رحيل نيمار بطريقة غير لائقة. فهل ستتقبل تلك الجماهير عودته إلى صفوف فريقها مجدداً بعدما رحل بكامل إرادته؟ إذا كانت الإجابة نعم،
وهو ما يبدو صعبا للغاية، فإن نيمار سيكون قد قطع شوطا لا بأس به في رحلة العودة إلى الكامب نو. سبب آخر قد يجعل عودة البرازيلي صعبة هو راتبه السنوي مع باريس سان جيرمان الذي يصل ل 30 مليون يورو، وهي القيمة التي سيكون من الصعب على إدارة البارسا تقبلها في ظل امتلاء الفريق بلاعبي الصف الأول ذوي الرواتب الكبيرة، وبالتالي ستصبح عودة اللاعب مشروطة بتخفيض قيمة راتبه، وهو ما يبدو صعبا بالنسبة للبرازيلي ووالده الذي يضع الجانب المادي في المقام الأول. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة ميد سبورت فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.